الشهيد البطل ايه فتحي وابا استشهد وهو كان بيحارب الارهاب في سينا وان شاء الله ابا بطل زيه. انا خديجة صبري بابا ربنا يخليه لي. ماما الدكتورة فاطمة راحت عند ربنا وهي بتعالج الناس من فيروس الكورونا ربنا يرحمها. انا ان شاء الله هطلع دكتورة زي ماما. انا محمد ابن الشهيد البطل احمد عبد المحسن. بابا استشهد بعد اصابتين وبرضه صمم انه يرجع سينا عشان يحارب الارهاب ونعيش كلنا في امان وان شاء الله هرفع اسمك يا بابا. انا ليان عبد الرحمن بنت الشهيد البطل عبد الرحمن عادل. بابا استشهد وهو كان بيطارد المجرمين اللي كانوا هيموتوا ناس كتيرة وانا دايما فخورة بيك يا بابا. انا عمر ابن الشهيد البطل احمد عطا الله من رفح. بابا شهيد وجدي كمان شهيد. استشهدوا هم بحرب الارهاب في سينا ان شاء الله هبنيها واعمرها.